بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في شرح جديد من شروحات أحمد فتحي، شرح اليوم مشيت الله تعالى عن كيفية تفعيل الحفظ التلقائي لكلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول في متصفح جوجل كروم. نبدأ على بركة الله. بعد الدخول على متصفح جوجل كروم هنضغط على الثلاث نقط دي كده، وبعدين نروح هنا على باسورد اند اوتو فايل أو الملء التلقائي وكلمات المرور، فبقف عليها كده بالماوس بيظهر لي هنا خيار جوجل باسورد مانجر، إدارة كلمات المرور في جوجل. هضغط عليها تفتح معانا النافذة دي كده، بيجيب لك كلمات المرور والمواقع اللي انت حافظها عندك. عشان نفعل الخاصية دي هنروح هنا على سيتنج، هضغط عليها وهنا الاقي خيار اوفر تو سيف باسورد، عرض لحفظ كلمات المرور، هنفعل الخاصية دي. وهنا الخيار الثاني ساين ان اوتوماتيكلي، تسجيل الدخول التلقائي، هنفعل هذه الخاصيه. وبعد تفعيل الخيارين دولت بمجرد ما بتدخل على متصفح جوجل كروم على اي موقع بتسجل بعض البيانات وبتسجل كلمه مرور بيظهر معاك حفظ لكلمه المرور والبيانات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى يستفيد الجميع من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.